بيكم مرة تانية في حواراتنا، وحوارنا دلوقتي مهم جدا ومختلف عن مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والعربية. المهرجان ده يعني كل مدى ما بيحقق نجاح أكتر، كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها، والمشاركة فيه بتبقى أكبر من عدد أكبر من الدول. السنة دي كمان ممكن الاستفادة من المهرجان ده بشكل كبير في تشجيع السياحة، لأنه السياحة ممكن نشجعها مش بس عن طريق البرامج السياحية وشركات السياحة والمزارات ومشابه، لكن ممكن أيضا عن طريق الفن نقدر نحصل على سائح له مذاق خاص ومختلف، وأيضا ممكن نكسب عن طريق زوار الفعاليات الثقافية المختلفة سائحين جدد ممكن يجوا تاني مصر في مناسبات مختلفة. مهرجان الأقصر نرجع له تاني، هو مهرجان السنة دي بيشارك فيه 12 فيلم روائي طويل من 15 دولة أوروبية وعربية، و20 فيلم روائي قصير، منهم فيلم مهم جدا فلسطيني اسمه السلام عليكم يا مريم، حصد 10 جوائز خلال 7 شهور فقط، وتم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير لعام 2016. نتعرف أكتر على المهرجان السنة دي في دورته الجديدة، وهو بيستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، مع ضيفنا في هذه الفقرة في صباح في هذا الصباح الأستاذ علي الكشوتي الناقد الفني بجريدة اليوم السابع. صباح الخير. صباح النور. عايز أتكلم على مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والعربية وأهمية هذا المهرجان عموما وخصوصيته، والسنة دي هل بتتميز الدورة بشيء مختلف، إضافة جديدة عن السنوات الماضية ولا لا؟ والله هو يعني مهرجان الأقصر السنة دي أنا بشوفه انتصار لكل التحديات اللي احنا ممكن نكون بنقابلها في مصر، سواء في مشاكل لها علاقة بالأمن أو بغيره في مصر، إلى جانب كمان أن وجود الناقدة ماجدة موريس كرئيس المهرجان ده بالنسبة لي شايف أنه هو نجاح كبير وانتصار مهم للمرأة. شفنا السنة اللي فاتت مهرجان القاهرة كانت الدكتورة ماجدة واصف، والسنة دي في مهرجان الأقصر ماجدة موريس، فأعتقد أن هو ده يعني بداية أو استكمال للمبادرات دايما اللي بتنادي بأن المرأة لازم تتحط في مكانها الصحيح وأن هي تشارك بشكل كبير في كل المجالات. نجاح كبير جدا وجود أستاذة ماجدة موريس، ويمكن السنة دي المهرجان محقق نجاح كبير رغم الظروف الصعبة اللي بنمر بها في مصر، خصوصا أن هو معتمد بشكل كبير على وجود أفلام من خارج مصر، وده طبعا بيتقابل مشاكل كتير في ان هو يبقى الافلام دي تشارك ويبقى فيه زوار ويبقى فيه نجوم ويبقى فيه ناس مشاركين كتير من خارج مصر، خصوصا ان احنا بعد الطائره الروسيه بقى فيه مشكلات كتير في وجود الزوار او حتى قابليتهم ان هم يبقوا موجودين في مصر، فده شايفه ان هو نجاح كبير. وخصوصا ان المهرجان يعني عمره مش طويل وسنه ورا سنه بيتحسن اكتر بيتحسن اداؤه. طيب خصوصية المهرجان انه معني بالسينما العربية والاوروبية، طبعا اكيد في مشاركة مصرية لكن بيبقى في فرص اوسع واتاحة فرصة للعاملين في مجال السينما المصريين انهم يشوفوا تجارب عربية واوروبية. خلينا نتكلم الاول على التجارب الاوروبية وخصوصية السينما الاوروبية وما يميزها عن السينما الامريكية مثلا او السينمات الاخرى. يعني السينما الاوروبية لها مذاق خاص وإيقاع خاص في الفيلم وأفكار كمان مختلفة عن السينما الأمريكية. والله أنا بشوف أن السينما الأوروبية سينما ممتعة جدا بشكل كبير أكتر من السينما الأمريكية. السينما الأمريكية دائما بتعتمد على الأكشن وبتعتمد على الشكل المبهر وأحيانا كتير على فكرة التجارية أو أنه هو بيقدم محتوى مناسب بشكل تجاري أكتر، لكن السينما الأوروبية احنا بنشوف فيها نماذج كبيرة جدا من الافلام، افكار مختلفه تخص مخرجيها وجهات نظر احنا ممكن ما نبقاش مطلعين عليها، بنشوف اداء راقي جدا لنجوم كتير للاسف ان الاعلام مش عامل سبوت عليهم سواء عالميا او حتى محليا. انا شخصيا بستفاد جدا جدا لما بتفرج على افلام اوروبيه لان هم عندهم توليفه مختلفه لفكره الفيلم نفسه، مختلفه جدا عن السينما البوليوديه ومختلفه عن السينما الامريكيه، دايما عندهم قصص انسانيه كتير، دايما عندهم بيركزوا في ايقاع الزمني للفيلم، دايما بيفاجئك بافكار سينمائيه وفكر مختلف، لغه مختلفه بيخاطب بيها العالم كله. فانا بالنسبه لي احس ان السينما الاوروبيه افضل كتير ومذاقها اطعم كتير بالنسبه للمتذوقين للسينما في العالم. في العالم، وبتبقى فرصه لطيفه انه تتفرج على افلام كتير اوروبيه في نفس
الحدث الفني اللي هو مهرجان الأقصر؟ هو يعني أفضل حاجة بتحصل لأي حد مهتم بصناعة السينما أو مهتم بأن هو يشاهد أفلام أن هو يحضر مهرجان، سواء مهرجان القاهرة أو مهرجان الأقصر أو حتى مهرجان الإسكندرية. كل الاستفادة الأكبر من المهرجانات هو أن أنت بتقعدي تتفرجي على مجموعة أفلام، بتشوفي ثقافات مختلفة، بتغذي نفسك وجدانيا وروحانيا، بتشوفي العالم كله من منظور كل مخرج جاي يقدم ايه وتشوفي من خلاله هو عايز يقول ايه. طيب احنا معانا على التليفون استاذه ماجده موريس، الناقده السينمائيه الكبيره وايضا رئيس مهرجان الاقصر للسينما العربيه والاوروبيه. صباح الخير استاذه ماجده. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. اهلا بحضرتك. الاخبار ايه؟ اهم الافلام اللي مشاركه في دوره المهرجان هذا العام يا استاذه ماجده اللي شايفه انها مختلفة ومهم ان اي حد صانع او عامل في مجال السينما يشوفها؟ والله انا مش قادرة اقول لك ايه ولا ايه، لكن احنا عندنا ضمن افلام المسابقة الرسمية مجموعة من الافلام الاوروبية حوالي 9 افلام، يعني الحقيقة كل واحد فيهم الناس بتقول ان هو افضل من التاني يعني، وبالتالي الواحد ان هو يفرق بينهم، خصوصا بعد يعني قبل يوم من اعلان نتائج لجنه التحكيم، دي حاجه صعبه. لكن خليني مثلا اقول لك انه في فيلم هولندي مهم اسمه عالم جديد، في فيلم من قبرص، فيلم مدهش لانه الواحد ممكن يقول ان ده قد يحدث في مصر، اسمه احد افراد العائله مثلا. فيلم قبرصي، في فيلم ايطالي في انتاج مشترك مع بعض الدول الاوروبيه حوالين الأسرة حينما يعني ينزح كل أفرادها ويبقى الأم والأب لوحديهم. في فيلم ألماني اسمه القبو، يعني عارفة في أفلام كتير، أو في فيلم أرميني اسمه في اليوم السابع، بيتكلم برضو عن أزمة الشخصية وإزاي إنها بتلتقي بالأزمة العامة للأرمينيين بشكل عام. الى جانب طبعا انا بكلمك عن الافلام الطويله، لكن في افلام قصيره مهمه جدا كمان. منها فيلم مهم الحقيقه، انتاج فلسطيني فرنسي الماني اسمه سلام عليك يا سلام عليك يا مريم، والفيلم ده وصل للقائمه القائمه الصغيره جدا من قوائم الافلام القصيره اللي هي اختيرت عشان خاطر يبقى من بينها الفيلم الحاصل على جائزه اوسكار. أيوة. التي سوف تعلن قريبا. ايوه في أفلام، فيلم مهم جدا. نعم فيلم مهم جدا من الفيلم المشاركه السنه دي. في افلام عربيه مهمه هذا العام، منها فيلم مثلا ليلى بوزيد، اول فيلم ليها اللي هي بنت المخرج التونسي الكبير نوري بوزيد، اسمه على حلة عيني. يعني في فيلم مثلا اماراتي مثلا اردني اسمه زنزانه، ده صحيح ده مش معروض ضمن المسابقه، لكن هو فيلم بيقدم لك هذه السينما النهضة في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وكيف أنها دلوقتي تبحث عن طرق أنها يعني تتألق وتوصل للناس. في فيلم لبناني اسمه شي يوم راح فل، يعني في يوم ههرب، هاخد قاضي وأهرب. طيب هل في مشاركة مصرية يا أستاذة ماجدة السنة دي ولا تعتبر لا في مشاركة مصرية في الأفلام القصيرة، في المسابقة الرسمية، لكن احنا عشان خاطر يعني نعوض ده، وكمان عشان يبقى جمهور الأقصر يبقى دايما متفاعل مع السينما المصرية الحديثة، احنا عندنا برنامج اسمه ليالي السينما المصرية الحديثة، عرضنا فيه فيلم المخرج الكبير داود عبد السيد قدرات غير عادية. وعرضنا فيه فيلم باب الوداع المخرج كريم حنفي. وعرضنا فيه امبارح فيلم جديد اسمه قصة حب لم يعرض بعد اخراج سعد هنداوي. يعني بنحاول ان احنا الذي لا يوجد في المسابقة ان احنا نقدمه خارج المسابقة. في كمان عندنا تكريم للسينما الايطالية باعتبارها واحدة من اهم السينمات في العالم، السينما الإيطالية وأيضا من أهم السينمات الأوروبية. عندنا وكان عندنا ندوة عن السينما الإيطالية أول امبارح، وعندنا 7 أفلام إيطالية يعني بتبتدي من الخمسينات على أساس دي نظرة على السينما الإيطالية كلها، وتوصل لحد السينما الإيطالية الحديثة. دي أخبار رائعة، وإن شاء الله هنكون متابعين أول بأول الفعاليات ونحاول نغطيها باستمرار. أستاذة ماجدة موريس رئيس مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، شكرا لوجودك معنا. طيب أرجع تاني أستاذ علي الكاشوتي،
حضرتك حضرت الدورات السابقة للمهرجان وبس السنة دي اللي ما قدرتش تروح لدواعي العمل، لكن ايه كانت اهم ملاحظاتك على الدورات السابقة من ناحية التنظيم، من ناحية لو في سلبيات معينة كنتوا شايفين انها ممكن تجاوزها وتم تجاوزها بالفعل في كل مرحلة لاحقة ليها؟ والله بصي، يعني مهرجان الأقصر هو مهرجان، يعني ما ينفعش نقارن مهرجان مثلا زي مهرجان القاهرة، بيكون فترة أطول وأفلام مشاركة أكتر وفي ضيوف من كل العالم وندوات كتير جدا. ساعتها تقدري تحط يدك على سلبيات ممكن تكون ليها علاقة بتنظيم المواعيد أو تنظيم الوقت. يمكن السلبيات اللي ممكن تكون واردة جدا تحصل في كل المهرجانات هو بس يعني تداخل مواعيد الندوات أو إلغاء مثلا بعض الندوات، لأن مثلا المفروض اللي هيقوموا بيها مش موجودين. مثلا السنه دي يمكن المشكله في ان هو اغلب الناس ما قدرتش تيجي تحضر عروض افلامهم، فبالتالي ما بقاش في ندوات تقدر تناقش فيها صناع الفيلم، تقدر تتكلمي معاهم في كواليس العمل. فده يمكن ابرز حاجه. ممكن سلبيات برضه نقول ان هو عدم وجود افلام مصريه مشاركه، بس ده ما نقدرش نلوم عليه في يعني في المهرجان او اداره المهرجان، ده ممكن نلوم عليه صناع السينما اللي ممكن يكونوا متكاسلين شويه في تقديم افلامهم للمشاركه في المهرجان، او بيرسموا ان هم فيلمهم يشارك في مهرجانات تانية عربيه. ودي من اكثر السلبيات اللي لازم نناقشها، ان صانع الفيلم المصري دايما عينه على المهرجانات العربيه ومهرجانات خارج مصر، رغم ان احنا عندنا مهرجانات كبيره ومهمه ولازم نشارك فيها وندعم حتى المهرجانات المصريه بتاعتنا بعرض افلامنا. يمكن أستاذة ماجدة موريس لفتت نظرنا لفيلم يا مريم، إن هو من أهم الأفلام المترشحة لجوائز الأوسكار. إحنا السنة دي ويمكن السنين اللي فاتت كمان ما عندناش أي فيلم مصري وصل حتى مرحلة الترشيح. السنة دي عندنا يا مريم فيلم فلسطيني، وعندنا فيلم زيب فيلم أردني، وده كان مشارك في مهرجان القاهرة السينمائي اللي فاتت كمان بره وعمل نجاح كبير جدا طبعا، وتقريبا وصل للقائمة القصيرة في مهرجانات عالمية. هو حقيقي واخد جوائز كتير جدا، وكان موجود عندنا هنا في مهرجان القاهرة السينمائي وكان عليه حشود واقفة بتتفرج. صحيح. في مهرجان القاهرة، فوجوده كمان في ان هو مترشح لجائزة الأوسكار ده انتصار للسينما العربية. كنت أتمنى ان احنا كمصريين يكون لنا مشاركة حتى ولو بترشيح لفيلم واحد قصير، حتى مش لازم فيلم طويل، لكن احنا عندنا ازمه في التعامل مع السينما بشكل كبير. لازم ازمه في التعامل مع السينما ذات الافكار اللي هي مش تجاريه ومش ربحيه، وتوليفه عشان حد يعمل الاثنين صعبه دلوقتي. يعني اسمع انه فيلم نواره كان عامل يعني ردود فعل ايجابيه شديده طبعا، جدا، بس اصلا المخرجه هاله خليل ما بتنتجش الا يعني بشكل ضئيل جدا، لانه مفيش صناعه لهذا النوع من السينما. نفس الشيء برضو قدرات غير عاديه للاسف. الافلام اللي هي بتكون بتخاطب الفكر وبتخاطب الوجدان مش بيكون ليها جمهور كبير زي الافلام التجاريه اللي ممكن الناس تبقى بتلهس ان هي تشوفها في السينمات. وده شيء سلبي جدا وشيء مؤسف، لان احنا مصر قيمه كبيره جدا في مجال السينما، ولازم يكون عندنا تنوع كبير. واذا كان كنا على طول دايما بنطلع نهاجم افلام معينه بعينها الوجود فيها مثلا اغاني مهرجانات او وجود راقصه او قصه مش كويسه، فلازم نقدم حواليها حاجات تخاطب الفكر والوجدان عشان الناس تقدر يبقى عندها اختيارات تختار ما بين ايه وما بين ايه عشان تشوف. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ علي الكشوتي، الناقد الفني والصحفي بجريده اليوم السابع. شكرا لوجودك معانا. ومشاهدينا زي ما قلنا مهرجان الأقصر مستمر، بكرة هيكون حفل الختام وهنكون متابعين مع حضراتكم فعاليات هذا المهرجان الهام جدا للسينما العربية والأوروبية. نتحول لموجز أخبار الساعة مع الزميل أحمد عتابي، ومن بعده نتابع هذا الصباح.